قولي على انهي باب حجز خدوا منه وعلى انهي باب حجز دخلوا منه وعلى انهي باب حجز حدوا منه وعلى انهي باب حجز استقبلهم وعلى انهي باب حجز استقبل دخول الرجال. اصل حضر ابو نور الدين الجعفر الطيار على باب حجز الدسوري على باب حجز الدسوري وكان حاضر سيد عبد العزيز ابو الملك على باب حجز الدسوري. اسمع من سمع حجز الرجال من الدسوري. والف مدد يا شاذلي ابو الحسن والف مدد يا سيد علي وصاه والف مدد يا باب العجز الف مدد يا باب العجز الف مدد يا باب العجز. قلت محسوب على رجال خدوها من باب العجز. حياة سيدنا الحسين شبعان الخلق خشينا باب العجز اللي عمك دخلك منه واللي عمك حضرك منه واللي عمك استقبل مفاتيحك منه واللي عمك ملك منه. والف مدد يا سيدي علي يا رشت الاماره. النبي من باب العجز يا سيدي. بتحول عليا مرة ضيف الحبيب علي بخاطري هاجت بحار الحب في أعماقي في أعماقي في أعماقي شوقي إلى ذكرى الحبيب يهزني شوقي إلى ذكرى الحبيب يهزني فلتسقني من كأسه يا ساقي. ست يا معلمة دي ازاي اصون سرك ماما 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 ست يا معلمة دي ازاي اصون سرك يا مدخلاني در عمي أضرى أنا سري يا محفظاني الورد لما اثبت على بري يا مركباني السفينة وانت دايرة بينا ومثبتاني ومرسياني على بري ليكي دلال معنوي يا ماما زينب ليكي دلال معنوي يا ماما زينب عرفني أولي وآخري لي 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 كده للمعنوي لي 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 كده للمعنوي عرفني عرفني أولي من آخري يا
يا سري يا بري يا حطرة يا شربي أنا وخمري يا سري يا بري يا حطرة يا معنى في معاني المعنى يا معنى 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 في معاني المعنى حضرة سيدنا النبي يا شربي أنا وخمري من يوم أخذت شرابي وأنا رحت في حال سكري من يوم ما خدت شراب من يوم أخذت شرابي يا عمي يا ششتاوي يا سيد الشيخ مصطفى يا ابو زهرة يا با يا ابو دعبس يا سيدنا الحنفي يا عمي يا مسيري يا سيد عز الرجال يابا يا شناوي يابا يا ابو رمضان يابا يا ابو منصور يا عربي يا سيدي محجوب يا سيد عبد رب يا شنوبي يا سادة يا شهداء يا سادة يا شوافعية يا حضرة حضوري يا مرور مروري يا معرفاني يا ام العواجز 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 يا معرفاني اولي من اخري يا مرسياني على الامن ساعة الحن من بدري يا خمر بالامر ما انت شربي انا وخمري من يوم اخدت شرابي يا ماما زينب وانا رايح في حال سكري حضرني عمي 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 أبا العينين أبا العينين أبا العينين الراني وردحان وردحان سري وعشت عمري يا بدوي وعشت عمري يا بدوي مداري على سري Thank you.
روح يا زاكر على صيد ابراهيم ام اللي ولدتني مرات نزيه قالت لي سلم له على الدسوق فعشان اروح لها السلام باين انا امي حجلة من قبل ابويا ما قابلها بالله عشان الحبا الانواع الحبا الانواع يا ابن عمي الحبا الانواع ولا لا انواع ولا مش انواع شابويا يقبل ظهره
لولا كانت حلا يا بدل ما كان شابويا يقبلها في ليلة الدخلة أمي أمرت عمى يلها جلست على السر لما السر فصلها انا خدني حالي لابويا سألته انا امي حملة ازاي يابا انا امي حملة ازاي يابا ان قال لي يا وادي يا محمد روح لها واسألها ده انا واخدها على عيبي لا تسألني ولا اسألها يعني لولا كانت ماسكة في الحبل المتين يا ابو نور الدين يا جعفر يا طيار بقول له يا عمي اللي انا فيه ده حال ولا احوال قال لي كان عاجبك روح خالص يلا يعني مسك في الحبل المتين ما كانش ابويا يقبلها ادرك مدارك الادراك واعرف سر دلا ايه الفرز شغال يا ولا من قبل ابويا ما قبلها رب العزة قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا طب ايه هو حبل الله حبل الله اللي رب العزة ذكره في الآية دي حبل الله هو القرآن وسنته يبقى كل بني آدم على وجه الأرض حامل لكتاب الله مش بس أمي اللي حاملها كل بني آدم على وجه الأرض حامل لكتاب الله يا مناس يا سيدي إبراهيم الحب
تجننا وناس الحب عقد هما بابا يا سيد إبراهيم ناس يا بدوي ناس يا حسوي ناس يا سيدي عبد القادر يا جيلاني ناس سيد احمد يا رفاع يا سيدي سعد الدين يا جبال أشاوش الأرواح يا سيدي الحج علي يا ابو نور الدين يا بي يومي يا ابن عم النبي يا سيدي شبل الأصول واذكر لسادتي اعز الرجال عنهم بدا تصريف سر الحاجه العم يا زرقان يا ما نسي عني يا زرقان الحب جننا وناس الحب عقل وناس من الحق وناس من الحق سهران الليل تنعي على أحوالها والست رئيسة الديوان بتهز غرابها بتغرب للأحوال يا أبو رمضان وب
القلق حدا جمعي الجموع ومن يقدر على حلها سيدي مصلح يا ابو عبد يا ابو شباب يما 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 الشيخ ياسمي يما زينب يا بنسية يا سيدي شهاب الدين يابا يا خزرجي يا عمي يا خولي يا سيدي عيسى يا سيدي عبد الحكم يا سيد عطي سيد عطي يا با يا با يا با يا ابو حسن يا بعيد لا يا بوهدا يا سيدي ودي يا سيدي المتولي يا بعيد لا الإمام يا عربي سيد أحمد يا أبو الحسن سيد علي يا أبو الحسن يا سيد حسن عسكري عسكري ستي شافي أيام وعلي سيد أحمد يا أبو عويضة يا غنم يا صاحب المية في البريضة يا سيدي عبد الفتح يا ابو بابا طيبة
حضرت رئيسة الديوان بتزيح البيان يا بالعينين صلي صلاة الصلاة
لما يصبح في سر صلصلة يوصلي للقبلة ويبقى من المصليين الست زينب حضرت ومحضر الصالحين الست زينب حضرت الست زينب حضرت ومحضر الصالحين اللي أخدوا الإمضاء بها وخدوا سر في التعيين سيدي أحمد الرفاعي سيدي أحمد الرفاعي من عرض يراعي التابعين وسيدي عبد القادر الجيلان السقي دور التفكير السيد احمد البدوي يا سيدي عبد العال سيدي احمد اللي خاف على مريضين من كشف ده اللسان اما سيد ابراهيم عمي وشيخ ربي روحي وراح روحي ويروح
أما سيدي إبراهيم اللي في عالم الأرواح بلا أشباح خدوا حضرة النبي بين الرمش ويا العين اضرب رموزهم وعرف كنوزهم فين دادو يا حقيقة 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 دادو رجال حال يا سيدي يا أبا الحسن يا شانزولي قريب ودر ودر ينسى الدين مقامات غم لكن عارفين مريدهم فين ba 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 ba